السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيها الأحباب الكرام، هناك سؤال يطرح: ما حكم من يصوم رمضان دون أنه يؤدي الصلاة، أو أنه يصلي ولكنه يصلي في رمضان وعنده نية أنه بعد أن ينقضي رمضان أنه يترك صلاته، هل صيامه هذا صحيح أم لا؟ هذا السؤال كثيرا ما يتردد في مثل هذه المناسبات الرمضانية. نريد أن نؤكد أيها الأحباب الكرام أن الذي فرض الصيام هو الذي فرض الصلاة، فالصيام والصلاة صيام، هما ركنين من أركان الإسلام، بل الصلاة هي عماد الدين وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فهي رأس الإسلام، رأس الأمر في 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 الإسلام. لكن إذا كان الإنسان يصوم ولا يصلي ما حكمه؟ فريق من العلماء قالوا بأن صيامه صحيح، يأخذ عليه الأجر والثواب، ربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا، لكنه يعاتب ويعاقب على تركه الصلاة، ويستدلون بقول الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فربنا يعطي عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة إساءة، فصيامه صحيح، أجره مقبول، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لكنه مفرط في الصلاة فعليه أن يتحمل نتيجة عمله. هذا الفريق الأول ميسر. فريق ثاني قالوا لا، غلظوا شيئا ما، وقالوا صيامه باطل. لماذا؟ لأن الحديث النبوي الشريف قال فيه صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. كان بعض الصحابة يتهاونون عن صلاة العصر، فقال من 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 ترك صلاة العصر بغير عذر فقد حبط عمله، يعني حبط عمل ذلك اليوم. كل العمل الذي فعله العبد المؤمن من صلاة ومن صيام ومن تلاوة القرآن ومن صدقات، كل العمل محبط إذا فاتتك فقط صلاة العصر. أما هذا هو لا يصلي أصلا فقد ذهب كل أجره، فقالوا بطلان الأجر، يعني من يصوم ولا يصلي كل ما جمعه من حسنات فإنها محبطة والعياذ بالله. فهذا رأي فيه نوع من التضييق والتشديد. وهناك رأي آخر اللي هو سائد أيضا بين العلماء وهو خطير جدا، ويقول بأن من ترك الصلاة عمدا في رمضان فقد كفر. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من يقصد؟ يعني العهد الذي بين اليهود والنصارى والمسلمين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها بغير عذر فقد كفر. طبعا بعض العلماء أخذوها بالظاهر وحكموا بالكفر، علماء آخرين قالوا لا، هو كفر دون كفر، هناك كفر اعتقاد وهناك كفر عمل أو كفر تعطيل. والإمام البخاري في جامعه الصحيح علق على هذا الحديث وقال: كفر دون كفر. نحن لا نريد أن نغوص في أقوال العلماء بين الميسرين والمتشددين والرأي الوسط، ولكن نريد أن نهمس في أذن هذا الصائم الذي لا يصلي. أخي الفاضل، انتهز فرصة رمضان واجعله البداية والانطلاق للصلاة وللتصالح مع الله، لأن الصلاة هي صلة بينك وبين الخالق. ألا تريد أن تكون عندك صلة بين الله وبينك؟ ألا تحب أن تكون عندك علاقة ودية تتصل بالله؟ مالك الملوك أعطاك الإذن بأن تدخل عليه في كل وقت. المحراب هو الصلاة، ندخل على الله في المحراب في الصلاة، يكفي أن تتوضأ ثم تدخل على الله استئذان، تدخل دون أن تستأذن غيره. إذا أردت أن تدخل عند أي مسؤول أو عند أي مدير أو عند أي رئيس أو ملك،
يلزمك الكثير من المساطير والإجراءات والتدابير ما هي وما لونها، لكن مالك الملك أذن أن تدخل عليه وتكلمه في أي وقت وحين، تتوضأ وتدخل إلى المحراب. ألا تحب أن تكون من الذين يقبلهم ملك الملوك ويدفي عليهم من الكرامة ويغفر لهم الذنوب ويستر عنهم العيوب ويكفر عنهم الزلات ويبدل سيئاتهم حسنات؟ ألا تريد أن تكون من المقربين عند الله حياة طيبة في الدنيا، أن الله يعطيك الطمأنينة في النفس والعقل؟ ألا تريد أن تكون في الآخرة من الآمنين؟ ألا تكون تريد أن تكون في القبر قبرك فيه نور وضياء، ظلمة القبر تزول تضيئها الصلاة؟ ألا تريد أن تكون من الذين ينظرون إلى وجه الله يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة ربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من هم هؤلاء الذين يصلون لله يقبلون عليه يرفع الله الحجاب فيرون المولى وينظرون إليه مباشرة ويبقون 50,000 سنة وهم محدقين في جلال الله وجمال الله؟ ألا تريد أن تنعم بكل هذا؟ هل تريد أن تكون ممن قال فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ أتريد أن تكون يوم القيامة بينك وبين الله حجاب، الناس يتنعمون برؤية الله وأنت محجوب عنه؟ جاءتك الفرصة، نحن في رمضان، أكثر من الصلاة والصيام والاستغفار وربنا سوف يعينك. ومن تعذر عليه فليبدأ بالصلاة على النبي، صلي على النبي. الصلاة على النبي لا تحتاج إلى وضوء ولا إلى جماعة ولا إلى توقيت، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا سوف يعطيك حلاوة الصلاة لله، سوف تقبل كمقدمة للإقبال على الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وعقولنا وأفئدتنا بالصلاة لله جل جلاله، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحباب الكرام، هناك سؤال يطرح، ما حكم من يصوم رمضان دون أنه يؤدي الصلاة، أو أنه يصلي ولكنه يصلي في رمضان وعنده نية أنه بعد أن ينقضي رمضان أنه يترك صلاته، هل صيامه هذا صحيح أم لا؟ هذا السؤال كثيرا ما يتردد في مثل هذه المناسبات الرمضانية. نريد أن نؤكد أيها الأحباب الكرام أن الذي فرض الصيام هو الذي فرض الصلاة، فالصيام والصلاة صيام، هما ركنين من أركان الإسلام، بل الصلاة هي عماد الدين وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فهي رأس الإسلام، رأس الأمر في 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 الإسلام. لكن إذا كان الإنسان يصوم ولا يصلي ما حكمه؟ فريق من العلماء قالوا بأن صيامه صحيح، يأخذ عليه الأجر والتواب، ربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا، لكنه يعاتب ويعاقب على تركه الصلاة، ويستدلون بقول الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فربنا يعطي عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة إساءة، فصيامه صحيح أجره مقبول والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لكنه مفرط في الصلاة فعليه أن يتحمل نتيجة عمله. هذا الفريق الأول ميسر. فريق ثاني قالوا لا، غلظوا شيئا ما وقالوا صيامه باطل. لماذا؟ لأن الحديث النبوي الشريف قال فيه صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. كان بعض الصحابة يتهاونون عن صلاة العصر، فقال من 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 ترك صلاة العصر بغير عذر فقد حبط عمله، يعني حبط عمل ذلك اليوم، كل العمل الذي فعله العبد المؤمن من صلاة ومن صيام ومن تلاوة القرآن ومن صدقات، كل العمل محبط إذا فاتتك فقط صلاة العصر. أما هذا هو لا يصلي أصلا فقد ذهب كل أجره، فقالوا بطلان الأجر، يعني من يصوم ولا يصلي كل ما جمعه من حسنات فإنها محبطة والعياذ بالله. فهذا رأي فيه نوع من التضييق والتشديد. وهناك رأي آخر
اللي هو سائد أيضا بين العلماء وهو خطير جدا، ويقول بأن من ترك الصلاة عمدا في رمضان فقد كفر. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من يقصد؟ يعني العهد الذي بين اليهود والنصارى والمسلمين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها بغير عذر فقد كفر. طبعا بعض العلماء أخذوها بالظاهر وحكموا بالكفر، علماء آخرين قالوا لا، هو كفر دون كفر، هناك كفر اعتقاد وهناك كفر عمل أو كفر تعطيل. والإمام البخاري في جامعه الصحيح علق على هذا الحديث وقال: كفر دون كفر. نحن لا نريد أن نغوص في أقوال العلماء بين الميسرين والمتشددين والرأي الوسط، ولكن نريد أن نهمس في أذن هذا الصائم الذي لا يصلي. أخي الفاضل، انتهز فرصة رمضان واجعله البداية والانطلاقة للصلاة وللتصالح مع الله، لأن الصلاة هي صلة بينك وبين الخالق. ألا تريد أن تكون عندك صلة بين الله وبينك؟ ألا تحب أن تكون عندك علاقة ودية تتصل بالله؟ مالك الملوك أعطاك الإذن بأن تدخل عليه في كل وقت. المحراب هو الصلاة، ندخل على الله في المحراب في الصلاة. يكفي أن تتوضأ ثم تدخل على الله استئذان، تدخل دون أن تستأذن غيره. إذا أردت أن تدخل عند أي مسؤول أو عند أي مدير أو عند أي رئيس أو ملك، يلزمك الكثير من المساطير والإجراءات والتدابير ما هي وما لونها، لكن مالك الملك أذن أن تدخل عليه وتكلمه في أي وقت وحين، تتوضأ وتدخل إلى المحراب. ألا تحب أن تكون من الذين يقبلهم ملك الملوك ويضفي عليهم من الكرامة ويغفر لهم الذنوب ويستر عنهم العيوب ويكفر عنهم الزلات ويبدل سيئاتهم حسنات؟ ألا تريد أن تكون من المقربين عند الله حياة طيبة في الدنيا، أن الله يعطيك الطمأنينة في النفس والعقل؟ ألا تريد أن تكون في الآخرة من الآمنين؟ ألا تكون تريد أن تكون في القبر قبرك فيه نور وضياء، ظلمة القبر تزول تضيئها الصلاة؟ ألا تريد أن تكون من الذين ينظرون إلى وجه الله يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة ربنا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من هم هؤلاء الذين يصلون لله يقبلون عليه، يرفع الله الحجاب فيرون المولى وينظرون إليه مباشرة، ويبقون 50,000 سنة وهم محدقين في جلال الله وجمال الله؟ ألا تريد أن تنعم بكل هذا؟ هل تريد أن تكون ممن قال فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ أتريد أن تكون يوم القيامة بينك وبين الله حجاب، الناس يتنعمون برؤية الله وأنت محجوب عنه؟ جاءتك الفرصة، نحن في رمضان، أكثر من الصلاة والصيام والاستغفار وربنا سوف يعينك. ومن تعذر عليه فليبدأ بالصلاة على النبي، صل على النبي. الصلاة على النبي لا تحتاج إلى وضوء ولا إلى جماعة ولا توقيت، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا سوف يعطيك حلاوة الصلاة لله، سوف تقبل كمقدمة للإقبال على الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وعقولنا وأفئدتنا بالصلاة لله جل جلاله، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.